معك مركز شرطة الصحافة. مركز شرطة الصحافة؟ خير آمر؟ ولدك بدر موقوف عندنا. لا لا ما أظن، ولدي بدر نايم الآن عندي في سبات عميق. ولدك بدر عبد الرحمن زريم موقوف عندنا في القسم. بدر عبد الرحمن زريم؟ عايش مع عصابة، أنا ما هو عائلة. ما تستحق انت، امشي بالحلال. يا يبا الله يهديك يا يبا، لا تظهر الموضوع غلط يبا، ترى هذا الرجال يمكن يحاسب وائل انا ولا شاف ظلي يبا. تصدق ان انا متحرش؟ تصدق كلام الناس فيني يا يبا؟ يبا انا ولدك، انا تربيتك، انا بدر يبا. بدر سوت وجهي، فشلتني، صغرتني، ما عندك احترام انت لابوك. انا عبد الرحمن الزريم يدقون علي الشرطه، بروح اتمرمط في الاقسام. تدري يوم كلموني قالوا لي بدر، قلت لا، ولدي نايم في سبات عميق وطلعت فيه فساد عظيم. ما تستحي انت يا بدر. يبا ارجوك لا تشوفني بالصوره هذه يبا، انا ماني كذا يبا، انا ولدك، انا تربيتك، انا طيب. اسكت ولا كلمه، انقلع قدامي بس، يلا انقلع. يا يبا ارجوك اقول انقلع، يلا ادخل. انقلع يلا انقلع، يلا قدامي انقلع. يبا افهمني يبا، ارجوك أقول انقلع بس يلا. يبا لا تنسى ان انا الفرحه الاولى يبا. يبا انا حبيبك. اي فرحه؟ اي فرحه والمصايب اللي قاعد تسويها فيا كل يوم. اول شيء اختم هلا، انا اعتذر ان احنا جينا في وقت غير مناسب، واضح انك كنت مشغوله، ولكن في الحقيقه يعني ان الامر كان اضطراري. هذا المراهق التافه اللي قدامك جاء عند بيتي قبل شوي، اولا قاعد يعاكسني حسبالا انا واحده من المبزره اللي معه، فلذلك حبيت اني اعلمه الادب، هذا واحد. والشغله الثانيه انه قاعد يخربط كلام كثير، يقول انه عنده حزام اسود ومدري ايش، وانه يهدد انه يبي يضربك. هذا التافه يبي يضرب مره. هذا التافه يبي يضربني انا؟ صحيح. الحين انت تضربني انا؟ يا خسي من جدك انت؟ من جدك انت تضرب مره؟ تعال تضرب. سوالح على فكرة، على فكرة سوالح في الشارع. هم ياسر يلا بس يلا. مراهقين آخر زمن. تافه ايش عندك؟ والله العظيم انك بيضت الوجه، قسما بالله انك بيضت الوجه. انا جايبته هنا مخصوص عشان ينضرب، لانه نرفزني عند الباب، والله العظيم نرفزني، جالس يعاكس هالمراهق حسبال انا واحده صغيره يعني فيه. قليل هذا في خداعها، بس سموحه والله ان ازعجناك يا حبيبتي وقواك الله. تعال ولدك المراهق التافه هذا انا حابه اشتكي عليه علشان تعرف تربيه. ولدك التافه هذا جالة عند بيتي علشان يعاكسني عند باب بيتي، غير كذا تصرف احمق، نسم لي الكفرات خلاني اضطر اجيب سطح لباب البيت علشان اخذ السياره للمحطين في خول الكفر، غير كذا اخذني معاه في السياره علشان وديني عند شله شباب في القهوه يعاكسني حسبالني ما ادري، غير كذا وداني عند محل ام هنا علشان استرجع فلوسي اللي دفعتها لكم اللي الان ما سحبتها ولا اخذتها منكم عشان يستدرجني ويستعبط. ممكن تجيب لي حقي منها بعد اذنك؟ اول شيء حاب اشكرك باسمي وباسم اخواني على الاختيار الموفق حقيقه، والله ان شاء الله الشعر والجمال هذا ودراسه واربع لغات يعني هذه بدر تعامل معاها عن بعد. والله لو ما انت ولدي لا انا بنفسي اتصل على الشرطه. لا لا قلع يلا اجلس مكانك. انت وش اسمك؟ بدر. بدر انت مره كيوت. مره كيوت. حتى انت كيوت. ثانك يو. وش تشرب؟ يعني عادي يعني حقيقة اشرب اي شيء يعني، بس انه يعني اذا بغينا نشرب شيء نطلع بالسياره. مو قلتي لي حلوه؟ ما شاء الله سيارتك مره حلوه وغاليه. شوفي سبحان الله. اوكي صدفه امس طلعتها من المعرض. واو نروح مكان ثاني؟ ايه افضل. اوكي زوجي مسافر معنا وقت. الله يبشرك بالخير. يلا Thank you.
أخاف. بس السيارة الجديدة مسوي شغل. بدأ الخير يطلع. وكم لك متزوجته؟ 6 سنوات. 6 سنوات؟ عمره؟ أيه. وين هو الحين؟ مسافر. له 2 أسبوع مسافر وتاركني. متى بيجي؟ بعد 2 أسبوع. الله يبشرك بالخير يا شيخ. كيف الحياة الزوجية؟ يعني صدق ما مليتي؟ الحياة الزوجية إلا والله مليت. ودي أغير بس ماني قادرة. لا بالعكس، التغيير التغيير مطلب حقيقة. أيوة أي إنسان يحتاج يغير. أدري. عندكم ثلج؟ عندنا ثلج. أجيب لك ثلج؟ يا ليت. أوكي. كثري ثلج. أكثر؟ أبشر. زين. انتم مين؟ انتم مين؟ وش تبون؟ جيت للمفيد. وش تشتري نفسك فيه؟ شو 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 تبي تبيعوني؟ ها؟ يعني كم تدفع عشان تطلع من هنا حي وسالم وبدون فضايح؟ انت باين عليك ولد ناس محترمين. تفضل تفضل. ولا تبي اشرشح بك وافضح واهلك يعرفون انك متهجم على بيت حرمه متزوجه؟ لا ارجوك ارجوك الا الفضاء. شكرا انك قلت اني محترم. ان هذا انا صح انا محترم. ما اجي يا اخي. اخلص كم معك؟ ما اسمعوا اسمعوا انا اعلمكم اذا تبغون فلوس ترى فلوس ما معي. بح انا طالب على باب الله معي 300 ريال. 300 300 تروح فيها الملاهي يا بزر. ما هو ثمن تحط عينك بعين الحلوه ولا فمك تدخل بيتي. خلاص انا عند اكلم تصير 600. ما اقدر. بختصر لك. هات مفتاح سيارتك يلا. وش مفتاح؟ اخلص. وش مفتاح سيارتك؟ اخلص ولا الشرطه. ها يا اخي اتق الله يا اخي يا اخي. اخلص. تعال يا حبيب. يومين وبكلمك عشان ننقل المزيونه. انتظرني. ها طيب يا روميو. باي باي يا روميو. باي يا روميو.